أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم في قناة تيك توك. في هذا الفيديو سنتعلم كيفية إضافة ملف على هيئة سي دي في الجهاز الوهمي. أنتقل إلى بعد أن نشغل النظام أو ما أرغب في الجهاز الوهمي، أنتقل إلى درايف ثم ديفايس ثم أوبتيكال درايف ثم شوز أور كرييت ديسك إيميج. أنتقل إلى خانة Create، أحدد الملف الذي أريده في أي قرص مثلا أو في أي قرص أرغب به. لاحظ معي هنا الأقراص بتطلع، مثلا هنا أريد في الـ E-Download، هذا هو ملف الداونلود، أختاره ومن ثم أهمس أضغط هذا العلامة ومن ثم أوكي. لاحظ معي ظهر معي في ظهر كأنه سي دي. هذه تحياتي خالد الملصي قناة تيف توك.